واضح ان انت ليك تاريخ مع القهوه يا ماجد. القهوه البلدي ليها مذاق تاني خالص. اتغربت يا ماجد؟ موضوع الغربه ده لو ما كانش مدروس بلاش منه، بلدك اولى بيك. ايه بقى حكايه المشروع اللي عملته ده؟ المشروع عباره عن صناعه صناديق كرتون، موقعين بيساعدوا الناس ان هم يلاقوا شغل من خلال الانترنت. فعلا في ناس بتنجح. انتوا عاملين اكل بيتي طول الاسبوع سندوتشات، يوم الخميس والجمعه بقى بنعمل منيو ومبار. خدت قرض قد ايه؟ خدت قرض 1,400,000. بقول لك ايه، سيبك من البرنامج. لو طبقنا اللي احنا بنعمله بره مصر عملناه في مصر هنبقى اللي عايز يشتغل عم ماجد هيشتغل. الغربه صعبه والسقعه فيها كرباج وسم، خليك في مصر. الله. قهوة أشرف الموسم الثاني الثلاثاء 10:00 مساء حصرياً على تلفزيون الحياة.